يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تنفق شيئاً دون أن يعوض عليك أضعافاً مضاعفة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. والله يا أخوان، لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرة، والله لأنفق إنفاقاً بغير حساب. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم كلما أنفقوا ازدادوا قوة وثراء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: ماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفاً في المساء؟ شو سيب حالياً؟ يعني كل واحد منا حوله ناس أغنياء لكن محسنين، تجد ينفق بغير حساب بغير حساب، والله يعطيه بغير حساب. التعامل مع الله مدهش. تنفق، يعني أحد أخواننا الكرام، والله أنا أروي هذه القصة لأنه نادرة جداً، يعني يعمل عمل بسيط جداً، عمل تجاري محدود جداً، فجاءه أخ مؤمن قال له: أنا فقدت عملي ولا دخل لي، ما في أمل. قال له: تعال أتقاسم معك هذا الدخل، دخلي. الله ألهمني شغلة جديدة ببيع يعني معين، يعني أول شهر بعد هذه المناصفة إجاهن 15,000 ليرة. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله وألا يعوض عليك الأضعاف المضاعفة، إن الله كريم. لكن إياك أن تنفق وأنت تنتظر التعويض. أنفق ابتغاء وجه الله، أنفق ولا تنتظر أن يوفى إليك شيء، لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات فيها معنيان: الأول أن الله يعلم ما تنفق، والمعنى الثاني أن الله يوفي إليك ما تنفق أضعافاً مضاعفة. ما الذي يمنعك أن تنفق؟ إلا الضعف، ضعف الإيمان، وإلا الجهل بما عند الله عز وجل. لا يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك وجهلك بما عند الله من عطاء كبير. ثم يقول الله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. من أولى الناس أن تنفق عليهم؟ قال تعالى: للفقراء. يجب أن نفرق بين الفقير والمسكين على اختلاف في التعريف. على كل، أحدهما ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، والثاني لا يجد حاجته. الإنسان له دخل لكن مرض ابنه مرضاً شديداً، دخله يكاد يكفي طعامه وشرابه، مرض ابنه مرضاً شديداً، هذا يحتاج إلى مساعدة لو أن له دخل. فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني دخله أقل من حاجته. أما المسكين ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرة، هذا موضوع آخر. يعني ممكن تعطي إنسان أنيق ساكن ببيت ملك عنده سيارة صغيرة جداً أساسية جداً في حياته، بحاجة إلى عملية لابنه جراحية، هذا فقير لا يجد حاجته. والفقير يجب أن يؤمن له طعامه وشرابه وكسوته ومركبه، وقد يكون دراجة، ويؤمن له تطبيب أولاده وحرفته وأدوات حرفته، هي أساسيات. فهناك شخص يعني لا يدفع إلا لمتسول، وقد يكون أغنى من الدافع، قد يكون أغنى من الدافع بكثير. على كل، ما دام هذا الفقير الذي يحتاج أن تساعده دقيق،
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هذا الذي يجب أن تنفق عليه لا يسألك ويتجمل ولا يلح إطلاقا وتحسبه غنيا. يقتضي هذا الكلام الإلهي أن تبحث أنت عنه، هو لا يسألك، لا يقتحم عليك، لا يطلب منك بقوة، لا يلح، هو متعفف لا يسأل. ماء في وجهه، عزيز النفس، متجمل، أنيق، لا يرتدي ثياباً بالية كي تشفق عليه، يتأنق في ملبسه، يتجمل في حركاته وسكناته، لا يتضعضع لغني، لا يذل نفسه أمامه، يطلب حاجته بعزة النفس. هذا الذي ينبغي أن تعطيه. هذا لا يسألك، طيب كيف أعرفه؟ هذا ينبغي أن تبحث عنه، ينبغي أن تبحث وأن تسأل وأن تدقق. كلما التقيت بإنسان مؤمن عزيز النفس متجمل، اسأله عن أحواله، أعليه دين؟ ما شأنه؟ أولاده في المواسم الأساسية، موسم البرد، موسم المدارس، هل هو بحاجة إلى شيء؟ هو لا يسألك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يسأل، وقد يسأل بوقاحة، وقد يسأل بقوة، وقد يعيد عليك السؤال، وقد يقف أمامك ما بيغادر، بشك أهل، وقد يلح عليك، وقد يقسو عليك بالكلام. أما الذي يستحق أن تعطيه لا يسألك. لذلك ينبغي أن تبحث أنت. الذي يستحق لا تعرفه، يجب أن تتعرف عليه. من هم الفقراء؟ قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. يعلم أولادنا القرآن الكريم، يعلم الطلاب بالمدارس، معاشه لا يكفي أيام معدودة، هو عنده دوام كامل 6 أيام بالأسبوع. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما في عنده وقت يتاجر، ولا في عنده رأس مال يتاجر، ولا في عنده خبرات التجارة، لكن له عمل مهم جدا في الحياة. أيام ببعض البلاد الأجنبية يستقدموا طالب علم من بلاد المسلمين ليعلم أبنائه، لا يعمل إلا بتعليم الأبناء، يجب أن يؤمن له مبلغ يعيش منه. طيب نحن مدرسين الديانة فرضا، مدرس كل وقته في التعليم 36 ساعة بالأسبوع، يعلم أبناءنا التربية الإسلامية، يجب أن يأخذ دخل يعيش كريم هو وأولاده. الضرب في الأرض التجارة. لا، في بعض الجامعات هناك أستاذ باحث ما بيدرس، بيألف كتب. هناك من يؤلف، هناك من يدرس، هناك من يعلم، هناك مدرس تربية دينية، هناك مدرس لغة عربية، هناك مؤذن، هناك إمام، هناك يعني هناك أعمال كثيرة جدا في الدعوة والتعليم، تحتاج إلى تفرغ، ويحتاج التفرغ إلى إنفاق. إذن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من بيت مال المسلمين ما يسد حاجتهم ويوفر لهم كرامتهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني في نقطة بحب تكون واضحة عندكم، في أغنياء يعني عندهم نظر بعيد جدا، يبحثون عن أناس إيمان كبير وعفة عالية وكرامة عالية جدا، يمدونهم بما يحتاجون بلا ضجيج، بلا يعني جلبة، بلا تباهي، بلا من، بلا أذى. البطولة لا أن تنفق، أن تضع النفقة في مكانها.
البطولة ألا تعطي للمتسول، البطولة أن تعطي العفيف الذي لا يسألك شيئاً، هذه البطولة. لذلك أنا أتصور أنك إذا أنفقت مبلغاً بعد بحث دقيق ودرس عميق وبعد سؤال وجواب حتى عرفت هذا المؤمن الذي لا يسأل ولا يطلب ولا يبذل ماء وجهه، ووضعت هذا المبلغ عنده سراً بينك وبينه دون أن تعلم أحداً ودون أن تذكر اسمه ودون أن تشهر به، هذا الإنفاق يتضاعف أضعافاً كثيرة. يعني في أشخاص لمجرد أن ينفق المال يرتاح، لا، هناك مهمة بعد أن تقرر إنفاق المال. أين تضع هذا المال؟ يجب أن تضعه في مكانه الصحيح. قد تعطيه لإنسان يبدو لك غنياً يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن ما في شيء، ما في شيء إطلاقاً، لكنه كريم النفس. حتى أن بعض علماء الفقه قال هذا الذي كان غنياً فافتقر يصح أن يأخذ من مال الزكاة، هو قوي، الغني ممنوع يأخذ صدقة، طيب القوي ممنوع يأخذ صدقة، طيب معقول إنسان كان غني كبير وافتقر فجأة تقول له اشتغل عتال، أنت قوي. الإسلام عظيم، الإسلام واقعي، هذا الغني الذي افتقر يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد حاجته ولو كان قوياً، حفظاً لماء وجهه. طبعاً إذاً يجوز أن نعطي المؤذن راتباً والإمام راتباً والمدرس راتباً والذي يعمل على جمع الزكاة راتباً، وكل من له عمل يستغرق كل وقته في سبيل الله، والذي يجاهد في سبيل الله يستحق راتباً. هذا غير منتج، إنسان يعمل في الخدمة يدافع عن بلاده يدعو إلى الله عز وجل يجاهد في سبيل الله، هذا من أين يأكل؟ هذا الذي يستحق أن نعطيه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، والله أيها الإخوة، الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتألق تألقاً لا يعلمه إلا الله، قريب من الله، يشعر بقيمته، يشعر أنه ذو خير عميم، يشعر بعمله الطيب. هذا المال الذي وهبك الله إياه يمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين إذا أنفق في طاعة الله. أنا مرة حضرت حفل تخريج طلاب من حفظة القرآن الكريم، ألقيت كلمة رائعة، قال المتكلم، قال أنا أشكر هؤلاء الطلاب الذين حفظوا كتاب الله، وأشكر الذين علموهم كتاب الله، وأشكر الشيوخ الأفاضل الذين امتحنوهم، كلام طيب. قال وأشكر هؤلاء الأغنياء الذين تبرعوا لكل حافظ كتاب الله بعمرة إلى بيت الله الحرام. قال المال شقيق الروح، هذا تعلم وهذا علم وهذا فحص، طيب وهذا الغني ماذا فعل؟ شجع. قال كل واحد حافظ كتاب الله له عندي عمرة، شاب صغير ركب طائرة ذهب إلى بيت الله الحرام، نزل بفندق لقى حاله مكرم بالمجتمع، تكريم كبير. فيبدو أن هذا الذي شجع الصغار على حفظ كتاب الله ليس أقل أجراً من الذي علمهم. المال شقيق الروح، هؤلاء الذين معهم أموال والله متاح له أن يكونوا في مرتبة العلماء والدعاة، لأن المال عنصر أساسي في الحياة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. كيف أن النبي جعل المنفق في مستوى الداعية تماماً؟ المال شقيق الروح، نحن بحاجة إلى دعاة وبحاجة إلى أغنياء ينفقون. فيا أيها الإخوة الكرام، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
سراً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تحب أن يطمئنك الله عز وجل، وأن يحفظ لك صحتك وأهلك وأولادك ومالك، وأن يهبك سكينة تملأ قلبك سعادة؟ أنفق أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانيةً فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم الذي يكافي عملهم، ولا خوف عليهم من المستقبل، ولا هم يحزنون عن الماضي. أيها الإخوة، أنا لا أقول لكم يجب أن تكونوا أغنياء حتى تنفقوا، لا لا، يمكن أن تنفق 5 ليرات بإخلاص شديد. كنت أقول حينما أدعو للتبرع 5 ليرات على العين والرأس. قد يدفع طفل، أعجبني مرة في مؤتمر للأوقاف حضرته أن هناك وقف في بعض الدول الإسلامية للصغار، مثلاً تأسيس معهد شرعي، ساووا أسهم السهم فرضاً 100 ليرة حتى نشجع أطفال المدارس، ندفع 100 ليرة وأنت لك وقف، يعني حجزت من مالك جزءاً لوقف مستمر إلى آلاف السنين. كل من تعلم في هذا المعهد في صحيفة من وقف هذا المال لبنائه، وقف خاصة الصغار. نعود أنفسنا أن ننفق ونعطي ونحل مشكلات الناس حتى الله عز وجل يرحمنا، لأنه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني هناك من ينفق على ملذاته الملايين المملينة، هذا بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أيها الإخوة، نحن في بلد طيب، وهناك من ينفق بغير حساب. فيا أيها الإخوة، عليكم بالإنفاق، الإنفاق يجعلكم تتألقون عند الله عز وجل، الإنفاق دليل حبك لله عز وجل، الإنفاق برهان على أنك محب لله، برهان عملي حقيقي.